السلام عليكم أيتها السيدات الكريمات، أيها السادة الكرام والإخوة والأخوات، كيف هي أحوالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. موعدكم اليوم مع عروض محلات بيم الخاصة بيوم الجمعة 24 أبريل 2020. المرجو من الإخوة والأخوات الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية، وخروج فرد واحد من الأسرة مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامة الوقائية، عدم الذهاب إلى المتاجر ومراكز التسوق في أوقات الذروة والازدحام، احترام مسافة الأمان بينك وبين غيرك لا تقل عن متر واحد من كافة الجهات، إعداد قائمة بالمشتريات لتقليل التواجد بالسوق والمتجر، العمل بكافة التعليمات والنصائح التي يقدمها المسؤولون من أجل السلامة الصحية. أرجو من السيدات الكريمات والسادة الكرام والإخوة والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق، هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم النيرة واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة، جزاكم الله خيرا.
موعدكم اليوم مع عروض محلات بيم الخاصة بيوم الجمعة 24 أبريل 2020. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. المرجو من الإخوة والأخوات الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية وخروج فرد واحد من الأسرة مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم الطف بنا وارحمنا وابعد عنا البلاء وعن البشرية أجمعين.